طلعت النبأ أراء بعض جرح عملية البنيان المرصوص المقيمين في المصحات التونسية حول الخدمات المقدمة لهم ومدى العناية والمتابعة المعنوية والمادية التي يتلقونها. وين بدات المجلس الأعلى للدولة بمعنى يعني كل الجرحى المصابين في خارج ليبيا بالكامل ينطوا تحت عملية البنيان المرصوص، يعني ما فيش ما قدموش ليهم أي دعم معنوي أو مادي أو نفسي. يجب يهتموا بالذات فيه ناس ما يتحملوش البقاء أكثر من اللازم، يفترض يرفعهم لدول أخرى طالما المجلس معترف به دوليا، يفترض ينقلوهم الناس لإيطاليا ويرفعهم لألمانيا، لأن في ناس ما تتحملش. احنا طلباتنا واضحة، شوية بس من اهتمام يفكهم السياسة، شوية يتغاضوا نظر على الخلافات اللي بيناتهم، يشبحوا للجرحى شوية. والله طلبات يراعوا الجماعة، يزيدوا يراعوا جماعة أخرى، اللي عند تو حد 100% الحق، قصدي تمام نسبة معينة تمام، لكن قصدي يزيدوا يراعوا جماعة أخرى ويوقفوا مع شباب مصراته وشباب، قصدي ما قدموش روحهم للشيء هذا، فهمت؟ قدموا روحهم للبلاد عشان يزيدوا يوقفوا معاهم أخرى. عملية هذه من أول ما وصلنا لعند تو هذه صار منها، قصدي قعدنا تشحطنا مسؤولين نبوهم يوقفوا معنا شوية ويجونا هنا يعجلونا بجراتنا، في شباب تعبوا، في شباب استشهدوا، في شباب ترولوا مجليهم، ليش كي؟ والله المسؤولين في ليبيا في الأول الصراحة كان في تقصير، بس في بعض من الشباب قصدي صبوا للتقصير وكلموا علينا غادي في مصراتة وفي كل ليبيا على التقصير هذا، والحمد لله يعني بدي يوفرونا في طلباتنا، والحمد لله أمس يعني قاموا بالعملية متاعي. والله طلباتي هي المشكلة، أنا مشكلة يعني في المصحات، يعني مشكلة مادية أكثر من أنها مشكلتهم مادية أكثر من أنها هي مشكلة تانية. يعني أتمنى من مجلس رئاسي ومجلس بلدي بالمدينة وكل الأخوة يعني الضغط عليهم يعني بتحويل الأموال يعني للمصحات، يعني مشاكل هنا مادية أكثر من أنها أي مشاكل أخرى.